بدت شريعة من أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري أي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. وفي الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، بل إن الجهاد الذي رفعت راياته وأعلامه إنما شرع للحفاظ على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فذكر الله شأنه عظيم. بارك الله فيكم. ولقد نقم الله على الكفار لما قال مبينا موقف أهل الكفر مع الإيمان، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فعليكم بذكر الله يرفع الله درجاتكم. هذا ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا شكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ علاء المحامي إذا حصلت الزوجة على حكم طلاق من المحكمة وبعد الحكم مات الزوج، هل ترث منه إذا كان خلعا أو حكمت المحكمة بتطليقة بائنة تكون خرجت من حيز الزوجية؟ أما إذا كانت تطليقة رجعية وهي ما زالت في العدة ففي هذه الحال الزوجة في العدة تعد زوجة ترث وتورث. يسأل محمد بن عبد العزيز عن حكم الأذان في أذن المولود، الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف. الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى حديث ضعيف. حكم إطالة سكوت الإمام بعد الفاتحة، الحديث الوارد في هذا الصدد أن النبي كان يسكت سكتة، أقول لك حاول أن تضبط الصورة، الذي فيه أن النبي كان يسكت سجدة يسكت سكتة بين الفاتحة والسورة حديث ضعيف من طريق الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة فيها ضعف. وقد ورد من هذا الطريق أيضا سكتة بعد قراءة السورة التي بعد الفاتحة وقبل الركوع وهو ضعيف كذلك. هل خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره ضعيفة ولم تثبت؟ هي ليست بضعيفة لكن هي تجميع من عدة أحاديث، لا بطولها لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وردت فقرات منها في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضمها بعض العلماء إلى ضم هذا الحديث إلى ذاك إلى ذاك وجمع منها هذه التركيبة الطويلة، لكنها بهذا الطول لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تشرف يا هاني ابن عبد المقصود. وما شأنك؟ يقول لدي شقتان تمليك اشتريتهما لأولادي ليتزوجوا وأريد أن أكتبهم باسمهم، مع العلم أن أمي وزوجي موافقين وهما اللذان يرثان، إذا كانت الموافقة بطيب نفس فلا بأس بذلك. حكم استخدام حبوب المنع الحمل، هذه مكروهة كراهية شديدة. هل توجد سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ صل ما شئت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اغتسل أحدكم في بيته، وفي رواية إذا توضأ ثم ذهب إلى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. يقول الأخ السائل حكم العمل بالمحاماة، إذا كنت تدافع عن الحق فلا بأس بعملك وتتغاضى عن بعض الأمور التي قد تضطر إليها، أما إذا لم تكن تدافع عن الحق فإن الله قال ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يقول بعد الصبر في الدنيا هيشركنا في أزواجنا حور عين، أنا بتمنى أن تكون زوجي أن يكون زوجي لي وحدي. ألقي أمة الله أن الله سبحانه وتعالى سيرضيك، سيرضيك ربك سبحانه وتعالى ويقنعك بما تقر به عينك. حكم دخول المسجد بالسلاح، لا تروع المؤمنين، إذا كان فيه ترويع للمؤمنين لا تروع المؤمنين. هل يشترط في ذبيحة النذر ما يشترط في الأضحية؟ لا، على حسب النذر الذي أنت نذرته. حكم تكفير المعين،
التكفير له ضوابط كما لا يخفى عليك ويفقهها العلماء. ليس يباح لكل شخص أن يحكم لكل على أي شخص بالكفر. صحة حديث بسورة الواقعة وأن الذي يقرأ سورة الواقعة لا تصيبه فاقة لا يثبت. واحد قال لامرأتي أن تطلق 3 مرات في وقت واحد، هذه تطليقة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق 3 في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. هل صلاة التراويح المرأة في المسجد أفضل أم المنزل؟ على الإجمال في المنزل أفضل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. لكن إذا كان هناك تكاسل في البيت أو انشغال في البيت أو كان في المسجد مزيد من التعلم العلم الشرعي أو الالتقاء بالصالحات فتأتي الفضيلة للوجوه المذكورة. بارك الله فيك. ما معنى الولاء والبراء وما ضوابطها؟ الولاء أن تولي أهل الإيمان، والبراء أن تتبرأ من الكفر وأهله. هل يجوز أن يوزع لحم العقيقة دون الطبق؟ يجوز ذلك، وهذا رأي فريق كبير من المالكية والعلماء. ومنهم من يقول إن النبي لم يؤثر عنه دعوة الناس لعقيقة، إنما أثر عنه دعوة الناس للأضحية. رجل يسأل هل يجوز سداد جزء من مال غارم من مال الزكاة دون علم الغارم؟ هل يجوز سداد جزء من مال غارم من مال الزكاة دون علم الغارم؟ لا، لابد أن يعلم. هل على النفساء التي طرد وفطرة إطعام أم قضاء؟ على النفساء إعادة الأيام التي أفطرتها. ما حكم أن أتبرع لأبي بفص كبد؟ الأطباء يقررون إذا كان هو ينتفع بهذا الفص وأنت لن تضار فلا بأس بذلك. وجزاك الله خيرا يا أبا أحمد وحفظك وذريتك من كل سوء ومكروه إلى بيتك. هل يجوز المرأة أن تسافر بأبنائها للعمل وتستقر ويأتيها زوجها زيارات؟ تسافر بأبنائها للعمل، ما سن الأبناء يا أخت ناهد؟ هل الأبناء كبار السن أم صغار؟ هل هم محارم أو ليسوا يعتبروا محارم؟ بلغوا السن الذي يقال عنه فيه أنهم محارم أم لا؟ فهذه لا تأثير في الفتوى. هل تجهيز العرائس الغير قادرات من الصدقات الجارية؟ هناك من الصدقات الجارية ما هو أفضل؟ ما هو أفضل؟ ما حكم الذهاب لسهرات الأغاني التي تقام حاليا؟ لا شك أن الموسيقى وأن التبرج وأن الرقص وكل ذلك فيما والاختلاط، اختلاط الرجال مع النساء واطلاع الرجال على ما يفعل من فساد، كل هذا حرام، لا ريب في هذا ولا شك في هذا. هل يجوز المختلعة أن تأخذ ما أحضره الزوج من أساس لأنه مكتوب في القائمة؟ المختلعة إذا لم يكن طلاق للضرر بل كان خلعا ترد إليه الصداق أو ترد إليه ما اتفق ما تراضي عليه لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والحديث أتردين عليه حديقته؟ هل يجوز أن أدعو بهذا الدعاء اللهم أعلي شأن أولادي في الدنيا والآخرة؟ يجوز، وقد قال رسول الله في دعائه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حكم رجل اقترض من البنك واشترى شقة ثم انقلبت حياته إلى مشاكل ماذا يفعل؟ يستغفر الله ويعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول كان يقود سيارة على طريق الإسماعيلية بورسعيد على سرعة حوالي 120، تفاجأت بشخص. السؤال طويل لا يستطيع قراءته، لكن عموما إذا كان المجني عليه متحملا نسبة من الخطأ تخصم نسبة الخطأ من الدية. وقت نافلة الظهر البعدية مفتوح إلى العصر، وإن فاتتك جاز أن تصليها بعد العصر.
أخاف من الزواج ومن كل شيء غريب ماذا أفعل؟ أنت ضعيف الإيمان، أحسن ظنك بالله. يعني هل يجوز المرأة أن تسافر بأبناء العمل وتستقر وتأتيها زوجها؟ من سيسفرها؟ يسفرها الزوج ويؤمن لها المكان ويتركها مع الأبناء في مكان آمن وبعدها يتردد عليها مثلا. بهذه الطريقة جوزها بعض العلماء. يعني مثلا شخص يشتغل في السعودية، جالس في الرياض مثلا، جعل زوجته تستقر في الرياض مع أولاده، وبعدها له بعض الأعمال في مكة، فيذهب إلى مكة ويرجع إلى زوجته وأولاده، لا بأس بمثل هذا إذا كان المكان آمنا. يسأل صلى العشاء مفردا ثم رأى جماعة، هل يصليها مرة ثانية مع الجماعة؟ له ذلك له ذلك. وقت أذكار الصباح والمساء، وقت أذكار الصباح بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والمساء فيها قولان، بعد العصر قول وبعد المغرب قول آخر. وبالاتفاق فإن من قالها بعد المغرب أجزأته، لأننا نقول ربي أسألك خير هذه الليلة، وهذه الليلة تبدأ من بعد المغرب. وعليكم السلام يا محمد المتولي ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، إن كان المقصود الحمل كيف الطلاق في طهر جامع فيه غير واقع. الطلاق واقع يا أخي الكريم، وإن كان خالف السنة لكن الطلاق واقع. هل يجوز الاقتصار على إنجاب عدد معين من الأطفال لضمان حسن تربيتهم؟ هذا من الظن السيء ومن التفكير غير المسدد، فإن يعقوب عليه السلام كان له من الأولاد 12 ولدا، وأيضا فإن النبي قال تكاثروا أو تنكحوا فإني مكاثر بكم، نجحوا فإني مكاثر بكم، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان عليه السلام لا تفن الليل على 100 امرأة تلد، أو 60 امرأة في رواية، تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. والله يمتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وشعيب عليه السلام يقول لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ما حكم الكلام مع الفتيات في الفصل في حدود الدراسة؟ ابتعد يا علي عن مثل هذا، فإن النبي قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. الله يرزقنا وياك الخشوع في الصلاة. يقول أنا اعتمرت وعندي زواج أخي فرقصت في عرس أخي. أنت رجل ولا امرأة؟ ما أدري، لأن الرجال أصبحوا يرقصون وهذا من البلاء. يقول اعتمرت اسمها لشي، المهم اعتمرت وعندها زواج أخي فرقصت في عرس أخيها، ما حكم ذلك؟ يعني أنت ولد ولا بنت ولا إيه؟ مش فاهم. هل إذا كنت ولد ورقصت أمام رجال فهذا من التخنث؟ إذا كنت امرأة ورقصت أمام رجال فهذا حرام. إذا كنت بين النساء وبعضهن البعض فالأمر أخف، بارك الله فيك. حكم الطلاق المعلق على شرط للعلماء فيها أكثر من قول، أختاروا القول بأنه يكفر كفارة يمين، إذ الغالب على أحوال الناس في هذا الصدد أنهم يحلفون ذلك للتهديد أو للحث على فعل شيء. حكم الأضحية بالبقر، الأضحية بالبقر جائزة، قال تعالى أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. والعلماء لا أعلم بينهم اختلافا في جواز التضحية بالبقر، وقد أورد بعضهم في هذا الصدد حديثا لكن لفظة فيها بعض المقال، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج دخل على نسائه بلحم، فسألنا ما هذا؟ قيل ضحى رسول الله عن نسائه بالبقر. كانت كلمة البقر فيها بعض النساء الحديثي. هل فتح الأزرار القميص للرجل تشبه بقوم لوط؟ ليس فيها تشبه بقوم لوط، وهذا الباب وردت فيه أمور كثيرة لا تثبت. واحد مثلا يقول إن قرقعة الأصابع من فعل قوم لوط، ينسبون أشياء كثيرة إلى، ولا يثبت من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم نظرا ونسيه، ماذا أفعل كي أكفر؟ قرب المسائل تقريبا، يعني إذا كنت أنت رجل نظرت مالا وحالك متوسط فلن تنذر 10,000 جنيه، إنما ستنذر مثلا 200 جنيه 300 جنيه تقريبا. أما إذا كنت من أصحاب الملايين فستنظر مبلغا أكبر، قرب تقريبا.
هل تصح قصة قابيل وهابيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تصح. هل يجوز أن أقوم بعمل عقيقة عن نفسي وعن زوجتي وعن ابني وبنتي بذبح بدنة بثمن 4 كباش؟ يقول عقيقة عن نفسي، أنت رجل سبعان، زوجتك سبع، ابنك سبعان 5 أسباع، بنتك سبع، نعم يجوز ذلك، يجوز لأن المجموع 6 أسباع. حكم من اعتمر في شوال أو ذي القعدة وينوي الحج في نفس العام إن تيسر له الأمر، على حسب نية هذا الرجل من العمرة، إن كان يقصد عمرة التمتع إن كان يقصد عمرة التمتع فهو تمتع، وإن لم يكن يقصد عمرة التمتع فحينئذ بحسب نيته. عفوا، هل يجوز في الوضوء عدم تخليل أصابع الأرجل؟ لا يجب تخليل أصابع الأرجل، لا يجب. حكم العمل بالسمسرة، الدلالة جائزة إذا كنت شخصا أمينا. هل يتم استخراج زكاة المال عن الأراضي المشترى للاستثمار كل عام؟ نعم. هل على المستحاضة الغسل؟ تغتسل إذا ذهبت حيضتها بعد ذلك تتوضأ. عمل المنتجات الورقية والدعاية للبنوك، إن كنت تساعد على الربا فالمساعدة على الربا مساعدة على الإثم والعدوان. هل تصح الزكاة على الابنة المتزوجة إذا كانت فقيرة من أهل أو من أهل الاستحقاق من المصارف الثمانية؟ يقول أنا رجل اعتمرت وفي عرس أخي رقصته. غريب أن تقف ترقص وأنت رجل، هذا من التخنس الذي لا يجوز على ما نراه من شباب هذه الأزمان. ابتعد عن هذا العمل القبيح واستغفر الله. وجد عمل في سوبر ماركت يبيع الدخان، السوبر ماركت يبيع آلاف السلع، فإذا كان الدخان جزءا منها وأنت ستقدم النصح ولم تجد عمل آخر، فللنسبة الضعيفة للدخان في المكان جاز أن تعمل مع تقديم النصح. هل يجوز أن أعمل عمرة لأمي وأنا ما عملتش عمرة لنفسي؟ هذا خلاف الأولى، فالأولى أن تعتمر لنفسك ثم لأمك. هذا وقد حسن بعض العلماء حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل اعتمرت عن نفسك؟ قال لا. قال لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة، يعني اعتمر عن نفسك ثم اعتمر عن شبرمة. هل تجوز صلاة الضحى قبل الظهر ب7 دقائق؟ لا تجوز، تكره كراهية شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة عندما يقوم قائم الظهيرة. متى تكون زكاة الذهب واجبة؟ إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول. أرسل لزوجتي صورة على الواتس مكتوب فيها أنت طالق، لا يخص الطلاق ولا أي شيء، ولم يكن بينهما أي مشكلة، لكن طب لماذا أرسلها؟ نسأل هذا السؤال. هل الصورة على الواتس التي قال فيها أنت طالق هو الذي كتبها؟ إذا كان هو الذي كتبها ما وقع الطلاق، لكن لابد أن ننظر إلى الملابسات بصورة أوسع. عليه ديون، هل يجوز عمل قرض لتسديد ديون؟ إذا كنت ستحبس وإلا فلا يجوز. أنا لست بدكتور، المعتمرة تتحجب في الأفراح خوفا من الكاميرات. طيب تشكر، جزاها الله خير، إذا كان في كاميرات تتحجب. نوت الإحرام في البيت ونزلت، تقول نويت الإحرام أو لبست ملابس الإحرام، وعند مروري على الميقات كنت نائمة، هل علي شيء؟ يعني هل أهللت من البيت ولا ماذا صنعت؟ على العموم للذي حدث، إذا كان بالإمكان الذهاب إلى أقرب ميقات والإهلال منه فعلت، وإن عجزت عن ذلك فلا أرى عليك شيئا، والله أعلم. رحمك الله. لديه زوجة دائما ترد على كلامي لدرجة أني أفقد أعصابي وأصبحت أكثر ضيقا منها ومن البيت، فما الحل؟ الصبر، الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هل يجوز لزوجة مقاطعة زوجها لأنه يدخن السجائر؟ يعني إذا كان التدخين يؤذيها تبتعد عنه حتى يغسل فمه وينظف نفسه ويثم على نفسه. هل تعدد يعتد بمراسيل ابن المسيب عن عمر؟ ابن المسيب لم يسمع عمر على التحرير إلا أنه سمع حديثا واحدا أو أثرا واحدا منه لما نعى النعمان بن مقرن على المنبر. ممكن أعتمد لنفسي أولا وبعد أعمل عمرة لأمي. إذا ذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عمرتك، هل بعمرة لأمك؟ هل حصل تكاثر لإبليس؟ إبليس له ذرية، قال تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هل يجوز المرأة أن تفعل كذا لزوجها؟ يجوز. هل يجوز أن أصوم مع غضب والدتي لصيامي مع العلم أني أصوم للإبتعاد عن الوقوع في الحرام؟ يجوز أن تصوم لذلك، إلا إذا كان صيامك يعوقك عن خدمة أمك وأمك تحتاج إليك. هل على الذهب المستعمل للزينة زكاة؟ نعم عليه زكاة. هل هناك سنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم في استقبال المولود؟ هناك سنن عن رسول الله في استقبال المولود. إذا ولد المولود قالت مريم أم مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا الإثم؟ ليس عليك إثم. إذا قال لك شخص أسألك بالله أن تطلق زوجتك، ما تلزم بتطليقها. قال أسألك بالله أن تأتيني بسيارتك وأنت في حاجة إليها، لا تلزم بذلك. هل عدم معرفة العلم بأحكام الفريضة إلا عندما يحين وقتها مثل الحج والعمرة يعتبر إثم؟ ليس بإثم. هل الأصل في الزواج الإفراد أم التعدد؟ ما هناك تأصيل. الله سبحانه وتعالى، النبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم إن الله قال، يعني لا يستدل من قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فوعد على أن الأصل التعدد، لأن الآية ليس مطلعها يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إنما فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والمعنى أن الرجل كان يريد أن يتزوج اليتيمة ولا يريد أن يعدل معها، فقيل له إن خفت أن لا تعدل معها وتعطيها صداقة مثالية فالنساء غيرها كثير، زوج واحدة اثنين ثلاث كما تحب، لكن لا تظلم اليتيمة. كما أقول لك يا أخي لا تأكل البصل، كل تفاح كل لحم كل موز، فليس هذا على سبيل الاستحباب أن تأكل من كل هذا. هناك برامج تخترق شبكة الواي فاي الخاصة بالناس، فما حكم ذلك؟ إذا كنت ستظلم الناس فلا ضرر ولا ضرار. كيف أصلي صلاة الغائب؟ تصلي أربع تكبيرات، الله أكبر وتقرئين الفاتحة، الله أكبر وتصلين على النبي الصلاة الإبراهيمية، الله أكبر وتدعين للميت، الله أكبر وتدعين لنفسك وللميت بالمغفرة وتسلمين. ليس لدي نفسا عند تلاوة القرآن وأشعر بضيق في الصدر، هذا أن قلبي مقفل لذنب، استغفر الله ولا تقل مثل هذا الكلام الذي قد تعين به الشيطان على نفسك. الله يبارك فيك يا أبا لؤي. نحن في عائلتنا لا نتبع العروسة، يعني لا نتبعها يوم خروجها من المنزل في اليوم الأول، نذهب إليها في اليوم الثاني، لأن إذا تبعناها يعني العروس يموت واحد أحد من العائلة، هذا تطير و كله من الدجل والخرافات. ما حكم المشاركة في العمل السياسي كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؟ على حسب العمل السياسي وعلى حسب نوع المشاركة. صورة أنت طالق كانت جاهزة لم يكتبها بيده وأرسلها على سبيل الهزار، لا هزار في هذا، محسوب عليك تطليقة. هل يمكن التيمم على الفراش إذا كان فيه تراب؟ هل قدم المرأة عورة؟ إذا كنت تقصد في الصلاة فالصلاة تصح مع الكراهة إذا كان قدمها مكشوفا. حكم قضاء أيام على المرأة من رمضان قبل الماضي في ذمتها تقضيها. أمي تركت أختي لعمتي واتكتبت باسم زوج عمتي، أمي ترفض تصحيح الأوراق، أمك آثمة،
الله يقول ادعوهم لابائهم فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. ما حكم مكبرات الصوت الخارجيه في صلاه التراويح والتهجد؟ على حسب حال اهل الحي، اذا رضوا بذلك فلا باس، اذا لم يرضوا بذلك فلا تزعجهم بذلك. وقد نزل قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر بالقرآن فيسب المشركون القرآن، فإذا خفت لم يسمع أصحابه، فنزلت الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا ترفع الصوت رفعا زائدا ولا تسر إسرارا زائدا، فحينئذ لا تسمع أصحابك. يعيش في ألمانيا لاستكمال دراسة الطب، ولكنه لا يستطيع الصلاة في جماعة لبعد المسجد، فضلا عن أنه لا يستطيع صلاة الجمعة في جماعة. احرص على أن تصلي وأن تقيم شعائر دينك قبل حرصك على دراسة الطب، احرص وسييسر الله لك، لكن على أي حال إن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أبو زوجته أخذ منها الذهب ليستعمله في قضاء شيء ما، هل يجوز أن تأخذه منه نقودا على تراضيها مع أبيها؟ أمي تعلم أنها آثمة وأنا أخاف عليها من حساب ربنا ونصحناها كثيرا. طيب وما المشكلة؟ هل الصلاة جائزة بدون جوار المرأة؟ الصلاة تجوز. هل تجوز؟ هل العمل في التجارة بالآجل من باب من فتح على نفسي باب مسألة؟ لا. لا. ما الصورة التي تتحدث عنها؟ لو أرضعت أختي ابني، هل بنات زوجي اللاتي من امرأة سابقة لزوجي منفصلة تكون أختي أم لهم؟ لا، أختك أم للذي أرضعته فقط. هل المرأة حق رفع الأذان في مصلى النساء بصوت لا يسمعها الرجال؟ للمرأة أن تؤذن في وسط النساء حيث لا يسمعها الرجال، ولا أن تقيم كذلك؟ حكم لبس النقاب تغطية الوجه أراه واجبا، هل على الزوج أن يلزم الزوجة بلبسه له ذلك؟ طفل عمره 12 سنة أفطر يوم من رمضان لمرض، إذا كان قد بلغ عليه الإعادة، ما أفضل الختمات 3 أيام في 3 أيام أو 7 في 7؟ أفضل، لأن النبي أرشد أول ما أرشد إلى إقرأ في شهر، إقرأ في الشهر مرتين، إقرأ في كل جمعة مرة، ورواية الثلاث فيها بعض النزاع. عملت عقيقة لابني وما قصتش من شعره، وطلعت قصاد ذهب ولا فضة، ابني الآن عنده شهران. الحديث الذي فيه أن المولود يحلق شعره يوم سابعه ويتصدق بوزنه ذهبا لا يصح. يجوز يا محمد أجبناك، هل أستطيع أن أصلي تحية المسجد بعد أذان المغرب؟ يجوز. كان الصحابة يبتدرون السواري إذا أذن المغرب قبل أن تقام الصلاة. أريد أن أوقع عن ولدي في قرب عيد الأضحى لظروف السفر، لأضحي أولا أم أعق عن الولد؟ كل جائز. هفتح مشروع أكل وأنا متوكل على الله حسن التوكل وبحسن الظن بالله لدرجة وبحسن الظن بالله لدرجة كبيرة، هل حسن ظني سبب تيسير مشروعي؟ قال تعالى أن عند حسن ظني بي. الإخوة ضعاف العقول الذين يكتبون ها 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 بهذه الطريقة أراهم غير رشدة، ولا يليق هذا بشخص عاقل رزين أن يتكلم بهذه الهاءات، أظنه خفيف العقل. تأخرت بصلاة العشاء لبعد الساعة 12، هل تقبل صلاتي؟ أختار الرأي القائل بذلك، لأن النبي قال ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى.
حكم التصدق بفوائد البنوك، تتصدق على قوم لا تربطك بهم قرابة، تخرج المال على أقوام لا تربطك بهم قرابة على سبيل التخلص. هل القائلين باستحباب النقاب أدلة على تخصيص هذه الحجاب؟ المسألة فيها أكثر من قول، ولكل فريق أدلته. الرأي في الصلاة على الغائب، قل رأي في منع الصلاة على الغائب، لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من الصلاة على الغائب. ممكن تصلي في بيتك، حتى لو منعوك من المساجد صلي في بيتك. أما هو رجل مسلم يصلى عليه ولا يمنع من الصلاة، لا يمنع الناس من الصلاة عليه. احفظ القرآن وأنسى ماذا أفعل، اسأل الله أن يثبت القرآن في ذهنك ثم اقرأ في صلاة الليل بالذي تحفظه. حكم حلق شعر المولود، يحلق لكن التصدق بأذن ذابا ليس له دليل. أختها شربت ماء منقوعا منقوع حنتي يوم زفافي، شربت ماء منقوع حنتي يوم زفافي لتفادي أي أعمال سحر. أختك جاهلة يعني تشرب ماء منقوع في الحنة تفاديا للسحر، كله دجل. ممكن أسمي بنتي مكة؟ ممكن، لكن اسم لا يليق بالبنات، هي بلد مش مش, مش ليست عالم على إنسان. لكن كيف المطلقة أن تتزوج أخو زوجها؟ أرى كراهة في هذا. أنت ترى، لكن من أنت حتى ترى أو لا ترى؟ قول الله فوق قولك. انتبه انتبه انتبه، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، واتق الله. إذا دار ساق المرأة في الصلاة وهي تصلي في البيت، ما حكم صلاتها؟ إذا كانت متعمدة فأبطل بعض العلماء صلاتها، وإن كان دار عرضا دون قصد منها وغطته لا بأس، صلاة تصح. استعمال حنة للعروس قبل اليوم قبل الدخول بيوم لا إشكال فيه، أعراف الناس تختلف في هذا الصدد. من سيسافر للتنزل لمدة 6 أيام، هل يقصر ويجمع أم يصلي الصلاة تامة؟ الجمهور يقولون تقصر لمدة 3 أيام وبعد ذلك تتم، إلا أن من العلماء من يرى أنك تقصر 6 أيام، وأختار هذا الرأي والله أعلم. سورة العلق 3 سجدات أم سجدتان؟ سورة العلق، كيف سورة العلق 3 سجدات أم سجدتان؟ سجدة واحدة. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. يقول أسبح وأستغفر لكن أشعر بأن قلبي أجنبي عن لساني. استمر في الاستغفار. هل يجوز أن تعمل لي أمي عمرة وهي مسافرة الحج؟ التفريق يعني، هناك ناس يذهبون للحج فيعمل عمرة التمتع وينتظر للحج، فبين عمرة التمتع والحج يفعل عمرات للأصدقاء، هذا لم يرد عن الرسول وأصحابه وهذا ينافي التمتع. يا أخي محمد أجبناك مرارا، يا محمد يجوز ملك، استحي، في نساء تتابع فضليات. هل ممكن إخراج زكاة المال من أول السنة على شكل مبلغ شهري وفي نهاية العام تكون خرجت قيمة الزكاة كاملة؟ نعم يجوز هذا، نعم يجوز هذا، يعني يجوز أن تخرج الزكاة مقدما. مكة مثل امرأة فرعون آسيا، غريب أمرك يا شافعي يا خطاط، يعني قارة آسيا، يعني أنت تظن أن آسيا امرأة فرعون تسمت على اسم قارة آسيا ولم يكن لقارة آسيا اسم آنذاك؟ فالذي يسمي آسيا يسمي ليس باسم القارة، يسمي باسم سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. رجل سرق مال أيتام بعدين ولا يريد إرجاعها، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
كيف المطلقة أن تتزوج أخو زوجها؟ أسأل عن الحكم ولم أخذ. يجوز إذا انتهت العدة، يعني واحدة طلقت من رجل أو مات زوجها وتزوجت بأخيه بعد انقضاء العدة الأمان، أباح الله ذلك لما قال وأحل لكم ما وراء ذلك. هل على المستحاضة الغسل؟ إذا كانت حائضا ودخل في مع الحيض استحاضة وانتهت مدة الحيض اغتسلت لإذهاب الحيضة ثم بعد ذلك تتوضأ وحفظك الله. أيضا يدخل المسلم الجنة بجمال المسلم الجنة بجمال سيدنا يوسف وبطول سيدنا آدم، كيف تكون هيئة الأنبياء في الجنة؟ من قال إن يدخل الجنة بجمال يوسف؟ ليس في هذا نص. أما الطول ورد به نص طوله أول زمرة تدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام طوله في السماء 60 ذراعا، يعني ارتفاع 20 طابق تقريبا. يقول حلفت بالطلاق على أن لا أفعل شيئا معينا ثانيا، بس محتاج أعود ثاني كفر كفارة يمين. أثناء الحج استخدمت صابون لغسل اليدين وله رائحة، كنت جاهلا لا شيء عليك، كنت متعمدا أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة. هل يجوز للزوجة المتوفى عنها زوجها فترة عدتها أن تخرج للصلاة في المسجد؟ أختار الجواز. من سافر بعد دخول وقت الظهر ونزل في الطريق، يعني السؤال طيب، ما حكم زكاة ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى وليس هناك دليل يسقط الزكاة عن ذهب الزينة؟ وأفعال الصحابة ليست بمقنعة أفعال بعض الصحابة لمعارضة الأدلة العامة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنه لم يحصل إجماع من الصحابة في هذا الصدد. وحديث ليس في الحلي زكاة حديث ضعيف باطل، لكن الحلي غير الذهب ليست فيه زكاة كالألماس مثلا. ما حكم مسلم أن يعمل مع غير مسلم لمدة طويلة في الإسلام؟ العمل جائز ما دامت ليست هناك انتهاكات لحرمات الله. ما الصحيح في قراءة بعض صور القرآن بنية خاصة مثل صورة الطارق لعودة الغائب وصورة ياسين للفرج؟ كل هذا ليست عليه أي أدلة. هل يجوز تسمية المولود ياسين؟ يجوز، لكن يعلم أن ياسين ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم في ظل ثبتولي أنا مش شايف يا جماعة، الحركة شديدة. يدرس الطب لرغبة والدي ولكن أريد أن أتوقف وأتفرغ لحفظ القرآن. أكمل إرضاء لوالدك، أكمل إرضاء لوالدك. هل تجوز الصلاة بالفاتحة فقط؟ تجوز، لكن أنت أقل أجرا. هل يجوز الغسل من الجماع بعد ساعات؟ يجوز، لكن لا تضيع صلاة والتأخير يكره. إذا لم يعق عني أبي هل أعق عن نفسي؟ لكذلك قد عق محمد بن سيرين عن نفسه عند الكبر. الصحيح في تحريك الإصبع في التشهد رواية شاذة، والصحيح التثبيت. ما حكم اللي يشرب الماء والأذان يؤذن الفجر؟ إن كان المؤذن يؤذن في الوقت وأنت متعمد فالصوم باطل في هذا اليوم. بنك فيصل شأنه شأن غيره. هل الزوجة تأثم على مقاطعة زوجها لأنه يدخن السجائر؟ تأثم، لكن إذا كانت تتأذى فلا ضرر ولا ضرار. تم العقد ولم يتم البناء ثم طلق، هل يجوز أن يتزوج أمها؟
لا يجوز، لأن الله قال أمهات نسائكم مرسلة، يعني غير مقيدة بالدخول من عدمه، لكن العكس لا يتأتى. فالله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالربيبة تجوز إذا لم تكن دخلت بأمها، أما الأم تحرم بمجرد العقد. أختي أرضعت ابني الصغير، هل يجوز زواج ابني الكبير من البنت التي رضعت مع ابن الصغير؟ يجوز، يجوز، لأن الولد لا تربطه بالتي سيتزوجها أي ترابطة. يقول حكما يعمل محاسب في شركة توزيع منتجات شوكولاتة كدبوري وكتكات قد انتشر النبي مدينة خنزير. هذه الأقوال كثير منها يكون تخرصا، فلا أعلم أن بها خنزير. وتعرف طونات الشركات في بعضها. علي أيام صيام 3 سنوات بسبب الحمل، هل يجوز إخراج كفارة؟ أختار رأي القائل بالإلزام بالإعادة ولو بعد سنوات. تحية المسجد والإمام يخطب لا بأس بها، في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس، فكلمه النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال كن فركع ركعتين. تسمية إسلام لا بأس بها. زكاة الحلي سنويا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وليس هناك دليل على أنه مرة واحدة في السنة، إنما هذا قول لبعض التابعين ينقل على ما أذكر عن الشعبي أو عن غيره، لكن ليس له دليل. يعمل في مقهى به شيشة، هل يجوز أعمل عمرة من الفلوس دي؟ أترك العمل وبعدها أستغفر الله وأعمل عمرة. تسمية إسراء لا بأس بها. افطرت يومين في رمضان أصيمهم وأطلع فلوس ولا أصيمهم بس؟ يجوز. لغة أصيم الصيم لغة قوم. أعد الأيام التي أفطرتها. صرف مياه صرف مجاري البيوت في مصرف الأراضي الزراعية التي لا تروى منه. إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. نفسي أتوب لربنا، أعمل إيه؟ توب إلى الله، يرجع إليه والتزم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصادق الصالحين يعينونك على طاعة الله. حكم ظاهرة الدفع بالشباب الصغار للإمامة بالمصلين بالمساجد لكون صون يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، وينبغي أن يكونوا من أهل العقل وأهل الفضل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، فالإمام من باب أولى يكون حملا للقرآن وعقلاء، ولا فالصلاة جائزة. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4 في سنده ضعف. حكم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ليس هناك دليل ملزم بذلك. هل يجوز صيام 6 من شوال بنية التجمع مع إفطار 6 من رمضان؟ لا، إما أن تنوي النافلة أو تنوي الفريضة. ما حكم الرجل الذي يجلس مع أصحابه وهم يشربون الخمر؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري، وإما ينسينك الشيطان وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما مقدار زكاة الذهب؟ تقصد النصاب؟ النصاب 97.2 جرام من عيار 21 و85 جراما من عيار 85 من عيار 24، والصدقة ربع العشر. حبك الله يا محمد ابن سمير. من سافر بعد دخول وقت الظهر ونزل في الطريق في وقت العصر هل له أن يقصر
ويجمع الظهر والعصر أم يصلي الظهر تامة؟ لا، يعني العبرة بوقت الأداء. إذا أذن عليكم مؤذن في بلدك للظهر وخرجت لم تصلي في بلدك وستصليه في الطريق، صليه قصرا ولك أن تجمع. وكذلك وأنت راجع، إذا مثلا أذن على المؤذن لصلاة العشاء وأنت في الطريق ولم تصليها في الطريق وصليتها في بلدك، صليها تامة. هل يجوز تسمية المولود عبد النبي؟ لا يجوز. هل يجوز العمل في البنك كموظف؟ إذا كنت تعمل في الربا وتساعد على الربا فلعن الله آكل الربا وكاتبه. إذا كان العمل غير متعلق بالربا، لأن البنوك أصبحت تتعدد أنشطتها، فيجوز العمل بعيدا عن الربا. ما معنى تحيل العادة اجتماعهم على الكذب في تعريف الحديث المتواتر؟ يعني هناك بعض مثلا العلماء، علماء السلطة في زمن ما، ممكن تتفق كلمتهم على تدعيم ملك أو تدعيم رئيس، فهنا في شيء جمعهم هو حب الدنيا وإرضاء الحاكم في بلادهم. ففي الحديث المتواتر يجب أن ينتفي مثل هذا، يستحيل توطؤهم على الكذب. يسأل من أفطر عمدا في رمضان بغير جماع ليقضي يوما ويخرج كفارة، يستغفر الله ويقضي يوما مكانه ويعمل عملا صالحا. يقول نرجو توضيح الأمر بخصوص فتوى أصدرت بأن الحلف به بالنبي والكعبة جائز لأنه تعظيم لما عظمه الله. النبي قال ما يرد به على هؤلاء، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه لم يحلف الصحابة بالنبي، لم يحلف الصحابة بالنبي ولم يحلف الصحابة بالكعبة. قد حسن بعض العلماء حديث مجيء اليهود إلى الرسول وقولهم له إنكم تشركون وتنددون، أصحابك يشركون وينددون، يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة. فقال النبي لا تقولوا والكعبة بل قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده. حسنه البعض من العلماء له سند ثابت لكن يعتريه بعض الإعلام، لكن عندنا الثابت الراسخ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأفعال الصحابة لم يحلفوا بالنبي ولا بالكعبة. انتبه ولا تلتبس عليك الأمور أيها السائل. حكم الدعاء ورفع الأيدي بعد كل صلاة مفروضة. أما الدعاء بعد الصلوات فرأي الجمهور الجواز، أما رفع اليدين فالأمر فيه واسع. أما الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم إننا بعد الصلاة نستغفر والاستغفار دعاء بمغفرة الذنب. ثم إننا نتعوذ والتعوذ دعاء، والتعوذ أيضا دعاء كما دعاء بصرف الشر. هل اسم ريتال محرم؟ لا أعرف معنى ريتال، احتاج إلى أن بحث هذا الاسم. صحة حديث علي كنا بحوافي الطريق، هو في هناك خبر ليس للنساء وسط الطريق، لكن يراجع من ناحية الإعلالات. نظر أن يذبح ذبيحة وكانت عنده بهيمة أو شكت، أو شكت عليه حرك على الموت بسبب حادث أصابها فذبحها وفاء بنذر، هل يصح؟ لا، هو ذبحها إنقاذا لها، ذبحها إنقاذا لها لم يذبحها، لكن المسألة محتملة. يعني الأولى أن يفي بالنذر من وجه آخر، وإن اعتمد هذا
فله ذلك، لكنه دون الأولى والله أعلم. هل دم السقط لا يمنع الصلاة؟ بل يمنعها إلى أن ينقطع. اسم ربحة جائز إن شاء الله، جائز لا مانع. العمل في الفنادق بحسب طبيعة العمل. الله يوفقنا وياك يا محمد ابن إبراهيم. أسافر أسبوعيا 3 أيام خارج محافظتي، هل يجوز القصر والجمع؟ يجوز. الزوج والزوجة في السعودية، هل يجوز أن تسافر الزوجة بمفردها لأداء مناسك العمرة والحج بدون زوجها لأن ظروف زوجها لا تسمح؟ إذا كانت مع الرفقة الأمنة فيجوز. عند الجمهور أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان للحج. يقول الحلف لا يكون إلا بالله، ولكن أردت الإفادة لعموم الناس، لأن الفتوى صدرت اليوم من دار الإفتاء المصرية. يتثبت من الفتوى يا محمد بن فاروق، وسيكون هناك رد محتم على اللفظ الذي صدر منهم. ونشكرك، ليس طعنا فيك ولكن مزيد من التثبت. حلق اللحية من أجل العمل لا يجوز إلا عند الاضطرار. حكم الصورة التي تحتوي على جزء من جسد ذوات الأرواح مثل صورة الرأس تمنع. وقد ورد حديث إنما صورة الرأس وإن كان ضعيفا جدا كسند، لكن هي الصورة تتمثل في الرأس عموما، كما الحديث إنما صورة الرأس ضعيف جدا. ذبحها إنقاذا لها ولكنه نوى الوفاء بنز. قلت لك جائز لكن الأولى عدم ذلك. زوجها يسبها ويشتمها يهينها، يأثم. سنقرأه يا أخي أحمد، نحب أن نقرأ نص الفتوى. وعلى العموم هم يجوزون الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ويسلكون مسلك الأشاعرة في كثير من الأحيان. فهذا المهم، لكن لابد أن نبين إن شاء الله ما يقولونه، القول فيما يقولونه بوضوح بعد معرفة نص قولهم. من شرب الخمر لم تقبل صلاة منه، لم تقبل صلاة 40 صباحا إلى آخر الحديث. شرب حسنه فريق من العلماء، لكن لا يعني هذا أنك تترك الصلاة. هل يجوز المبيت بالمقابر؟ من أنت يعني، مختل ولا مواخي جن ولا إيه بالضبط؟ ما يبيت في المقابر يعني داخل القبر ولا في المقابر عموما، ولا هل أنت حارس أو ما شأنك؟ ما تزور المقابر لا بأس. حكم الكلام مع المخطوبة هي امرأة أجنبية للحاجة والضرورة وبالمعروف. صحة حديث رجلين من رجال كسرى أتيا النبي وهما حالقا اللحية موفر الشوارب، فقال النبي لما فعلتما هذا؟ قال بهذا أمرنا ربنا. قال وبهذه أمرني ربي. السند فيه ضعف. يقول أريد الزواج بمتدينة. الله يرزقك الزواج بمتدينة بصالحة يا محمد بن محرس، ويرزقك أيضا الاستقامة. زوجها في السعودية من سنة وعملت خلع في المحكمة، هل عليها عدة؟ عدة المختلعة عند الجمهور عدة المطلقة. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سائلا الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجندنا وإياكم لنصرة هذا الدين القيم وللدعوة إلى الله سبحانه. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، لا تنسوا أخوتكم الإيمانية ولا تعصفن بكم السياسات فتفرقن بينكم. فقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاثبتوا على دينكم وابذلوا من وقتكم وأموالكم وجهدكم ووجاهتكم جهدا ووقتا ومالا ووجاهة لنصرة دينكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. دائما وأبدا كونوا على حذر من الأشياء الدخيلة على المسلمين كالشعارات المزيفة الكاذبة الديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها، وكذلك من المذاهب الهدامة المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئة الضالة من البشر. الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. في الختام اذكروا قول ربكم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. اذكروا قول ربكم إذ يذكر الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة وهو يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.